وكما تعلمون القانون عندنا يقول أن الجنسية لا ينسلخ منها الإنسان، فبالنسبة لنا أولئك اليهود الذين من أصل مغربي لا زالوا مغاربة. أبناء وأحفاد الإسرائيليين من أصول مغربية يمكنهم الحصول على الجنسية المغربية. هذا ما جاء في مشروع قانون أعلنت عن استلامه الحكومة المغربية. وليختلكوا في المغرب وليعيشوا مع العرب في المغرب شي 100 عام، ودي طلعنا لهنا دابا لقدنا العونو كلهم. المغرب يضم أكبر طائفة يهودية في العالم العربي، فيما يعيش 1,000,000 يهودي من أصل مغربي في دولة الاحتلال. الشعب المغربي عشان يتكشر مهود ميوخاد من اليهودي من العربي بشعب المغربي. ملتمس يطالب بمنح أبناء وأحفاد اليهود المغاربة الجنسية المغربية يصل إلى البرلمان. الملتمس التشريعي الذي أعلنت عنه الوزارة المغربية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان من دون الإفصاح عن أصحابه لا يتضمن مطالبة بمنح اليهود من أصول مغربية الجنسية فقط، بل بتوفير تسهيلات وموارد لإدماجهم في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية داخل المغرب، كما يدعو إلى اعتماد العبرية لغة رسمية إلى جانب العربية والأمازيغية. مشروع القانون يتزامن مع حرب وحشية تشنها إسرائيل في غزة. المقترح أثار موجة غضب واسعة. المغرب قلنا لكم منذ أول يوم ديال هذا التطبيع، قلنا لكم المغرب أصبح رسميا مقاطعة من مقاطعات الكيان الإسرائيلي. ها هو دابا ولاو كيدخلوا القوانين، قوانين اللي تفرض عليكم أنتم كمغاربة، وكما قلت لكم هاد الناس هادو سيتم معاملتهم كمواطنين درجة أولى، أنتم ستصبحون مواطنين درجة ثانية أو ثالثة،